هجومي الاعتماد على دي بي ممفيس. ممفيس ممتاز، خطير خطير ممفيس، خطير ممفيس. الهدف الاول، الهدف الاول ضيع ضيع، تستقبل هدف هنا مش مربط. تمريره بعد ذلك جات بالمقاس، هادئه تماما والكره في الشباك. 1-0 للمنتخب الهولندي الان، في انتظار ان تصحح الامور وان يعود المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهه هدف.